علمني رمضان أن طريق الله هو الأمان، وأنني كلما أخطأت أعود إلى الرحمن مهما كان، ومهما اتسخ وتلطخ المكان، ومهما طال الزمان، ومهما مكر بنا الشيطان، فقد أتى رمضان. أيها الكرام، وقفة جديدة مع برنامجكم علمني رمضان، فمرحبا وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خطوطا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطوط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. وفي هذا الأثر إشارة إلى طول أمل الإنسان وتجاوزه بآماله وطموحاته الدنيوية موعد أجله، لكن أكبر مصيبة تنزل على رأسه هي أن ينزل به الموت دون أن يجهز له نفسه. إن الطبيب له علم يدل به ما دام في أجل الإنسان تأخير، حتى إذا منقضت أيام مهلته حار الطبيب وخانته العقاقير. أيها الكرام، شاءت حكمة الله ألا تكون الدنيا كما نتمنى، فقد يوجد المال دون الصحة، وقد توجد الصحة دون المال، وقد يوجد المال والصحة دون الوقت، وقد يتوافر لدى الإنسان كل ما يتمنى من أسباب السعادة ولذائذ العيش، ولكنه يحرم الأولاد، وكل هذا كي نحب لقاء الله. فلو كانت الدنيا كما نتمنى لكره الإنسان لقاء الله. يروى في الأثر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، وأن من عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبى، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سبباً، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فليأخذ ليعطي وليبتلي ليجزي. وقد سأل رجل الشافعي عليه رحمة الله فقال: يا أبا عبد الله، أيما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ قال الشافعي: لا يمكن حتى يبتلى، فإن الله ابتلى نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمداً صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلما صبروا مكنهم، فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة. فالإنسان عندما يوطن نفسه على أن هذه الدنيا هي دار ابتلاء، دار امتحان، دار عمل، فإنه يقبلها ويسعد بها ويجعلها مطية للفوز في آخرته، لكنه حين يطيل بها أمله ويقصر بها عمله يكره الآخرة. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فإنك فاعلم بأنك بعدها محمول. ختاما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. هذه كلماتي وأعطر تحياتي، أترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.